بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نحن شباب النجف. شبابنا اليوم الحمد لله والشكر كانت شباب واعية ومثقفة. اليوم شبابنا جاي يشوف خيمها ومرتبة ومحافظين على سلميتنا، وجاي يشوف من المواكب. اليوم الحمد لله والشكر المواكب الحسينية كانت من زوار إلى ثوار، وهاي الخطوة اليوم يعني تميز بها العراق. والحمد لله والشكر اليوم ما نرجع إلا بتحقيق المطالب، واليوم مطالبنا معروفة، ما يحتاج يوميا عيد المطالب. اليوم مطالبنا نريد هاي الحكومه شلع قلع، ما نريد فلان وعلان. اليوم نريد الحكومه كلتنا حكافي، تعبنا ملينا، حكومتنا ما تفيدنا بعد، صار لنا سنين شباب تعيينات ماكو، الصناعه واقفه، المعامل واقفه، استيراد كله جاي يجينا من خارج الدول. اليوم نريد الشغله تكون عراقيه، ما نريد ياهو اللي يجي يتحكم بالعراق. اليوم نريد لا جهه من فلان ولا جهه علان، اليوم نريد القرار عراقي، ونريد القرار عراقي وراح يبقى عراقي، ما دام هاي الشباب موجوده اليوم، شبابنا ثوره ثوره ثوره، وجاي يشوفون بعينكم مظاهراتنا سلميه سلميه سلميه، وجاي يشوفوا بعينك سلميين الى ابعد حدود. اليوم نريد من الحكومه كافي، كشباب ملينا، تعبنا تعبنا، اليوم نريد هاي الحكومه تتغير، لازم تتغير. جاي يشوفون بعينكم، والتغطيات والمباشرات كلها جاي يشوفون بعينكم. ما وقفنا وما راح نوقف وما راح نوقف وما راح نوقف، سنه سنتين وراهم وراهم وراهم، سادين دوائرهم الحكوميه وقاعدين بباب الدوائر وما نتحرك. الحمد لله والشكر ثابتين، وعندنا قوه من الله واهل البيت، غير هذا الشيء ما عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا اليوم هنا بالنسبه للوعي الشباب كمظاهرات يعني بديناها سلميه من يوم 25، ولحد الان الحمد لله والشكر ما صار اي يعني شلون شغله انه تخلي حجه للدوله على مود تفض هاي المظاهرات. بدت سلميه ومستمره سلميه، ومن هاي الثقافه مال الكتب ان شاء الله الشباب واعي، وكل مندس دخل المظاهرات قدرنا انه نخرجه من المظاهرات ما يقدر يسوي اي عمل. الشباب اليوم الشباب كلش واعي، الشباب مثقف، الشباب اليوم افكاره تختلف عن افكار قبل. اليوم اذا تشوف طفل صغير اليوم احتمال عقله يصير اكبر من اللي اكبر عمره. فاحنا اليوم ان شاء الله بوعي هذا الشباب وبثقافته ان شاء الله نوصل البلد الى افضل حال.
وان شاء الله ما يعني الحكومة هاي الفاسدة حاليا ان شاء الله ما نخلي اكبر فاسد بالدولة نجيبه، الى اصغر كلب بالدولة نجيبه ان شاء الله. ومثل ما تشوف احنا حبينا نسوي هاي الفكرة كثقافة يعني كمبادرة من عندنا، انه الكتب فقط للقراءة. فجا اشوف هنا الشباب النجفي بالذات يحب الاستطلاع والقراءة، يعني جا اشوف تفاعل كلش قوي، هذا يدل على انه الشباب عنده فكر، عنده طموح، عنده اهداف بحياته، ما عايش اكل ونوم ما ادري شنو، عنده يريد انفتاح، يحاول ياخذ حريته. اهدى اطلع كافي، جلبت بكرسي ما شايف كرسي عمك شفن عن تجمن اطلع كافي جلبي هسه احنا كبيلك العبا الشباب كل شيء ما شايفين، كل شيء ما شايفين، عمر 27 سنه كل شيء ما شايف، لا وظيفه لا تعيين لا حاجه، كل شيء ما شايف حياتي، شغل عمل حتى شغل ما صار لي 9 سنوات قاعد، كل شيء ما شايف، اطلع كافي عم دمرتوني، هسه هاي المظاهرين عليه ما طالعين، غير يريد يطلعوك، غير الاحزاب عمي ما اريد ولا واحد، ما حد دمر العراق وما حد دمر الشعب غير الاحزاب، تعرف شنو؟ ما اريدهم، كافي طلعوا عمي. السلام عليكم. 11 لاعب فرحوا الشعب العراقي كله، 320 نائب صار لهم 16 سنة من 2003 لحد 2019 ما فرحونا، لا كل شيء ما اللي سووه لنا. احنا نطالب بانه يطلعون سلمية، نبقى سلمية، احنا يطلعون يعفون هذا البلد، وكل واحد اللي اجى على دبابة امريكية او اجى من ايران او اجى من اي بلد كان يطلع ويشفينا شره، احسن لهم يعني. ونشكركم اغاتي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذول 11 لاعب فرحونا، هذول النواب 320 غسلونا غسل، فاحسن لهم خلي يشلعون ويطلعون مننا، يرجعون لايران من الاخير. نظل صامدين وابد للنهايه، ملينا وتعبنا وعمالنا نشتغل وانتهينا، ملينا من هاي الحكومه وانتهينا، والله ملينا، وفلوس ما عدي اجدب الشوارع، ابو الكيه لا يساعدني، ابو هذا ما عد عم، والله تعبت للنهايه، فرد ولا سقط الحكومه والاحزاب ولا نخلي ولا واحد. ايران كل حظ ما بيها، ليش؟ شنو السبب؟ او ذاك الاحترام نروح لهناك ما محترم العراقي، يا اخي والله العظيم سافرنا لايران وتعبنا وملينا، ما حد يحترمنا وما حد يريدنا، انت عربي يقول خسيس، زين انا ليش خسيس؟ أنا ليش شنو ذنبي؟ هاي الشغلة أروح لهناك ما تحترمني ليش؟ شنو السبب ما محترم؟ من ورا دولتي جاي فحش السامع. يا أخي هذا والله العظيم ما أسولف ولا أنطق هذا الكلام، بس يا أخي ننجبر نسولف، إحنا ناس أولاً واعين، ناس دراسات عليا، أغلب الناس يعني هسه القاعدة دراسات عليا، وشعب والله مثقف، والله شعب واعي ومثقف، يا أخي والله العظيم كل الحسبة يعني كل اللي بباله يعني والحسبة اللي بباله من ذول السياسيين، كان من المحافظة وكان من البرلمان، والله العظيم غلطان وكلش غلطان، يعني حسبال هاي الناس فقرة وحسبالها مو بوعي، والله العظيم بكامل وعيها ناس
فاهمة ودارسة وواعية، وحتى الشاب اللي ما دارس يعرف مطالبه ويريدها. يا أخي موجوع قلبه اللي ما يقدر يحكي بالقناة، يجوز أكو مثلا شيب باله يعني ومريد مخلي خاص بقلبه، يا بسوون نحل. والله العظيم صوت العراق كله من صوتكم يابا، والله العظيم مراكم. أنا واحد من الناس، والله العظيم والله الكريم، الأمي وأبوي ما هتش كلمة ما لازم أطيحها إلهم، بس والله من صارت المظاهرات لحد الآن يابا لا تنكتل، وانت ابننا وانت عزيز علينا قلت لهم لا، من توصل احنا ناس ما عدنا ناس، احنا جوعانين. أنا الحمد لله والشكر بيتي بوحدي، والحمد لله والشكر وخير من الله، بس والله العظيم أنا طالع الناس أكو ناس قريبين علي والله قاعد بإيجار 250,000 أو حالته يا حالة يعني صعبة. رحم الله والديكم سوون نحل، يعني لا مثلا الخريج مرتاح لا الطالب مرتاح، رحم الله والديكم سوون نحل يا بيجيب وغير السياسيين ذولي. Yes, I'm sorry.